هوايتك؟ جمع الطوابع. الطوابع اللي من الدول العربية كيف حصلت عليها؟ أو من الدول الأجنبية؟ صراحة أنا في منهم أشتريهم وفي منهم أراسل يعني صديقات من السلطنة، ما حاولت يعني أراسل من بلدان أخرى لحد الحين. الأخ هلال، نود نتعرف في البداية على هوايتك. هوايتي تقليد الأصوات ضمن احتفالات البلاد بالعيد الوطني 15 المجيد. أقامت إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية. هذا بالنسبة لغانم. طيب نسمع على حسن سالم. حسن سالم الفارسي. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من استوديوهات الإذاعة العمانية في مسقط ونقدم لكم نشرة الأخبار، يقرأها حسن بن سالم الفارسي.